البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نصاوبو الزيتون خضر غنشرملوه على طريقتي كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ما غتندموش البنات كيجي زوين صراحه نبداو على بركه الله غنرقدوها يعني هذه الزهدية الكمية اللي غنرقدو دابا عندي هنايا الحامضة البنات ما نعطيكمش يعني كلشي مضبوط حيت كل وحدة ويعني وشحال ديال الكمية الزيتون تقدر تصاوب يعني كيبقى غير عينك ميزان كان تقريبا في هاد الكمية احتاجت هنايا كيلو ونص ديال الحامض وعندي هنايا شوية ديال الفلفلة حلوة وفلفلة حارة وعندي شوية ديال الخيزو كاملين البنات هادشي غنقطعو ان شاء الله ومن بعد غنضيفو على الزيتون بالنسبه للعطريه البنات غنديرو فيه التحميره تقريبا في هاد الكميه درت واحد جوج معالق كبار ديال التحميره ودرت شويه ديال تقريبا واحد جوج معالق كبار كذلك ديال القزبر يابس والملحه كتبقى على حسب الذوق البنات الا بغيتوهم الا بغيتو يجيكم يعني يجي مالح بزاف يمكن لكم تزيدوا الملحه بغيتو يجي مويان المهم نتوما اللي بغيتو على حسب الذوق عندي كذلك الكمون فضلت اني نلوحها هكا حبوب كيجي احسن صافي وشويه ديال زيت البلديه وشويه ديال المعدنوس قطعناه رقيق صافي البنات هادو هما المقادير كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبلي لايك والى عجبكم الفيديو كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بالجديد Thank you.